قرار أمريكي مفاجئ على الساحة السعودية، وعقود بيع الأسلحة دخلت حيز التنفيذ مجدداً. فما هي خلفيات هذا القرار، ولماذا اتخذ في هذا الوقت بالتحديد؟ بعد استمراره لثلاث سنوات في إطار الضغوط الأمريكية على المملكة لإنهاء الحرب على اليمن، وفى السعوديون بجانبهم من الاتفاق، وصدر القرار الأمريكي القاضي برفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية. في تقرير حصري نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية. وذكر معاون في الكونغرس للوكالة أن الإدارة أخطرت المشرعين هذا الأسبوع بقرارها رفع الحظر، مشيرا إلى أن المبيعات قد تستأنف في هذا الأسبوع المقبل على أقرب تقدير. بدوره قال مسؤول كبير في إدارة بايدن: وفى السعوديون بجانبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا. مضيفا إلى أن بيع الأسلحة سيعود إلى الخضوع للنظام المعتاد بإخطار الكونغرس واستشاراته. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن المسؤولين السعوديين ضغطوا على المشرعين الأمريكيين ومساعدي الرئيس لتخفيف الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الهجومية في إطار حماية السعودية لحدودها الجنوبية مع اليمن في حالة وقوع اشتباكات مستقبلية، وبالإضافة إلى استعداد المملكة للتعامل مع التوترات المتصاعدة في منطقتها، خاصة مع احتدام الحرب في غزة. إشارات عديدة تذهب إلى أن تجميد الولايات المتحدة بيع الأسلحة إلى السعودية في طريقه إلى الذوبان، وهو ما يدل على أن العلاقات بين البلدين ستشهد دفعة لتعود إلى ما كانت عليه في العام 2021. وقد أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى أن الولايات المتحدة والسعودية اقتربتا من إبرام مجموعة اتفاقيات في مجال الطاقة النووية والتعاون الأمني والدفاعي، ومن المحتمل أن تشمل عناصر مثل المنشآت النووية المدنية وشراء طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز F-35. وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة ما بين 2019 و2023، بحصة بلغت 8.4% من جميع واردات الأسلحة العالمية، وذلك بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وقد كانت السعودية قبل العام 2021 أكبر سوق للأسلحة الأمريكي، حيث تنال 5 مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة. على ما يبدو أننا سنشهد اتفاقيات تسليح جديدة بين واشنطن والرياض بحسب ما تشير وسائل إعلام أمريكية، وهو ما يثير التساؤل حول مصير الاتفاقيات المماثلة التي أبرمتها المملكة مع دول أخرى خلال سنوات قليلة ماضية.